تعرف على تفسير السيارة الحمراء في المنام لابن سيرين والعاصمي، وتفسير حلم سياقة سيارة حمراء، وتفسير حلم شراء سيارة حمراء في المنام. تفسير رؤية السيارة الحمراء في المنام. ما هو معنى رؤية السيارة الحمراء الجديدة في الحلم؟ وماذا قال الباحثون المعاصرون عن رؤية قيادة السيارة الحمراء في المنام؟ وما هو المعنى الدقيق لرؤية السيارة الحمراء في حلم العزباء المتزوجة الحامل المطلقة والرجل في المنام؟ تابعوا لآتي. اختلف الفقهاء في تفسير حلم السيارة الحمراء، وهذه هي أدق الدلالات التي ذكروها عن رمز السيارة الحمراء. من عاشت عيسى موحدا سنوات كثيرة من العمر في الواقع وشاهد أنه يركب سيارة حمراء جميلة ويشعر بالبهجة وهو بداخلها، فهذه إشارة بتحطيم الوحدة وإيجاد شريك الحياة والزواج القريب. إذا كان الرائي يفقد الشعور بالثقة بالنفس والقوة في الحقيقة ورأى أنه يقود سيارة حمراء سريعة في المنام، فإنه سوف يواجه مشكلته ويتحلى بالثقة بالنفس والجراءة، ومن الآن في صعدا لن يهرب من أزماته أبدا طيلة الأوقات المقبلة. لو الحالم يعاني من الخمول والكسل في الواقع ودائما يقوم بتأجيل مهام ومسؤوليات اليوم إلى الغد، وهذا السلوك يؤثر تأثيرا قميئا على حياته، ورأى في الحلم سيارة حمراء فاخرة واستطاع قيادتها بإتقان، فالمشهد يؤول بالنشاط والحيوية والتغيير الجذري في شخصية الرائي. إذا ركب الحالم سيارة حمراء مع شخص في المنام وهذه السيارة انقلبت بهما، فالرؤية تشير إلى مشاجرة قوية بين الرائي وذلك الشخص، وعلاقتهما قد تنقطع والله أعلم. لو الحالم ركب سيارة حمراء في الحلم وتعطلت في الطريق، فالمشهد يدل على أزمات تمنع الرائي من الوصول إلى النجاح الوظيفي الذي يريد، وقد تأول الرؤية بالفشل العاطفي الذي يبتلى به الحالم. السيارة وجميع مواصلات النقل الحديثة لم يقم الفقهاء القدامى بتأويلها في الحقيقة، ولذلك سيتم تأويل رمز السيارة الحمراء بناء على لونها وطريقة قيادتها كالآتي. الرائي إذا قاد السيارة الحمراء في طريق مليء بالمخاطر في المنام ولكنه استطاع أن يخرج من ذلك الطريق دون إصابته بالأذى أو المشاكل، فهذه إشارة بأن الحالم يسيطر على عواطفه ومشاعره، وبالتالي فإنه سينجح ويحقق إنجازات قوية بإذن الله. أما لو الحالم رأى أنه غير قادر على التحكم في السيارة الحمراء التي كان يقودها في المنام، فهذا تحذير، حيث إنه يترك عواطفه ورغباته تسيطر عليه وتوجه إلى طرق ليست في صالحه وسوف تجلب له المشاكل. أما بالنسبة للون الأحمر فإنه يدل على الشغب والمشاكل والدخول في أزمات وصراعات حياتية كثيرة، ولذلك فإن رمز السيارة الحمراء غير حميد بالنسبة لابن سيرين. السيارة الحمراء في المنام للعاصمي. قال فهد العاصمي أن السيارة الحمراء في الحلم دلالتها قميئة وتشير إلى نزاعات ومضايقات قد تحدث في حياة الرأي الاجتماعية. فإذا ركب الرجل المتزوج سيارة حمراء مع زوجته في المنام، فهذه علامة على اضطرابات تسود علاقتهما، ولو السيارة انقلبت بهما في الحلم، فإنهما على مشارف الطلاق والانفصال الدائم. تحول لون السيارة الحمراء إلى أبيض أو أخضر في المنام يشير إلى قوة الرائي في السيطرة على مشكلاته، وسوف يغير من حياته ويجعلها هادئة وصافية. السيارة الحمراء في المنام للعزباء. رؤية ركوب العزباء سيارة حمراء مع خطيبها في المنام تشير إلى الحب الكبير الذي يسيطر على علاقتهما. إذا حلمت العزباء بأنها تركب سيارة حمراء والطريق الذي تمشي فيه كان واسعا وممهدا، فالمنام يدل على تخطي المتاعب والعبور إلى بر الأمان. بعض الفقهاء قالوا رمز السيارة الحمراء في منام العزباء يشير إلى ذكائها، حيث إنها تخلص من العراقيل الحياتية التي تصدم بها بشكل سريع وبدون مجهود. رؤية ركوب سيارة حمراء وبها خطوط سوداء لامعة في حلم العزباء تؤول بالنجاح والعلو والرفعة المهنية.
إذا شاهدت العزباء سيارتين في المنام، إحداهما حمراء والأخرى سوداء، واختارت أن تركب السيارة الحمراء، فهذا دليل على قدم عريسين لها، أحدهما ميسور الحال، والآخر سوف تقع في حب من النظرة الأولى، ومن الواضح في الرؤية أنها ستختار الحب ولن تهتم بالمال. السيارة الحمراء في المنام للمتزوجة. تفسير حلم السيارة الحمراء للمتزوجة تدل على توهج الحب بين الرائية وزوجها، وهذه الدلالة مرتبطة بركوب سيارة حمراء جميلة وجديدة في المنام. أما إذا ركبت المرأة المتزوجة سيارة حمراء شكلها غريب وبها أجزاء محطمة ومتهالكة، فالمنام يشير إلى الفتور وانفجار المشاكل الزوجية، كما أن الرؤية تدل على الإحساس بالحزن وتزايد الضغوط على عاتق الحالمة في الحقيقة. إذا ركبت الحالمة السيارة الحمراء مع زوجها وأولادها في المنام، يدل المشهد على الحب والمودة والترابط الذي يخيم على منزل الرائية في الواقع. رؤية قيادة السيارة الحمراء في طريق مظلم مليء بالعراقيل في المنام تدل على مشكلات ومشاجرات زوجية تؤدي بها إلى التفكك الأسري. والمرأة العاملة إذا وجدت أنها تسير بسيارتها الحمراء في مكان غريب ومليء بالوحوش والأصوات المخيف، فالرؤية تحذرها من عراقيل مهنية كثيرة تمعنها من الوصول إلى الترقية المطلوبة. السيارة الحمراء في المنام للحامل. المرأة الحامل إذا ركبت سيارة حمراء في المنام، فإنها تنتظر ولادة بنت عن قريب. أما إذا كانت الحالمة مريضة ورأت في المنام أنها تركب سيارة حمراء تسير ببطء، كما أن الشكل الخارجي للسيارة كان سيئا، فالمشهد يؤول بأن المرض قد يستمر معها على مدار شهور الحمل بالكامل، ولا شك أن الولادة لن تكون بسيطة وإنما ستكون مؤلمة ومرهق بالنسبة للرائية. إذا رأت الحامل أنها تقود سيارة حمراء وتتجه بها إلى منزل كبير ومرتفع، فالرؤية ترمز إلى كثرة الخير الذي سيكون مع الرائية في الأيام القريبة. السيارة الحمراء في المنام للمطلقة. ركوب سيارة حمراء جديدة في منام المطلقة دليل على زواج جديد ومليء بالحب والشغف. ركوب سيارة حمراء قديمة في حلم المطلقة قد يشير إلى فتح صفحة قديمة أغلقتها الحالمة في الماضي، وربما يكتب لها القدر أن تعود لزوجها السابق عن قريب. لو ركبت الحالمة سيارة حمراء واصطدمت بسيارة أخرى في المنام، فالرؤية تحذرها من التسرع، حيث إنها قد تتخذ قراراً عاطفياً لم يكن قائماً على أسس منطقية وعقلانية، وللأسف قد تدفع ثمن هذا الاندفاع في اليقظة. السيارة الحمراء في المنام للرجل. لو الرجل طلق زوجته في الحقيقة وشاهد أنه يقود سيارة حمراء متهالكة وقديمة في المنام، فإنه يسترجع ذكرياته مع زوجته السابقة ويشعر بالألم والاشتياق الشديد لها. الأعزب الذي يقود سيارة حمراء غالية الثمن في المنام، فإنه يتزوج فتاة أحبها واختارها بإرادته، بالإضافة إلى أن تلك الفتاة ذات نسب وأصل عريق ومشهور. السيارة الحمراء في المنام للرجل المتزوج. الرجل المتزوج إذا قاد سيارة حمراء في المنام وكان معه مجموعة من السيدات والبنات بداخل السيارة، فهذا دليل على شهواته ونزواته الزائدة عن الحد، حيث إنه شخص فاسد ويفعل الزنا. ركوب سيارة حمراء والصعود بها أعلى الجبل في منام الرجل المتزوج دليل على عزيمة وإرادة حديدية سوف تجعل الحالم يصل إلى أعلى مستوى من النجاح المهني قريبا. رؤية قيادة سيارة حمراء في المنام تؤول بدلالة مختلفة، فلو الرائي شاهد في المنام سيارة شديدة الحمر وشكلها مخيف وقادها بسرعة غير مدروسة حتى أنه كان على وشك الإصابة بحادث سير في المنام، فالرؤية هنا تؤول بأن الرائي شخص متهور يتصرف بقلبه وليس عقله، وتصرفاته المندفعة ستكون من ضمن الأسباب الرئيسية لوقوعه في خسائر كثيرة، والرائي إذا
عانى كثيرا من الفشل والركود المهني في الحقيقة، وشاهد في المنام أنه يقود سيارة حمراء فاخرة بهدوء واحترافية، فإنه يتفاجأ بنجاح كبير في العمل وسوف ينتقل إلى ترقية كبرى قريبا. تفسير حلم شراء سيارة حمراء في المنام. تفسير حلم شراء سيارة مستعملة حمراء يدل على أن الرائي يقع في نفس الأخطاء ويتصرف بنفس الطريقة تجاه المواقف الحياتية المختلفة التي يصطدم بها، وهذا يشير إلى أنه شخص عنيد ولا يسعى إلى التغيير من نفسه، وبالتالي خسائره ستزداد في حياته. وتفسير حلم شراء سيارة حمراء جديدة يشير إلى إنجازات مادية ووظيفية كثيرة، وقد يدل على استثمارات ومشروعات تجارية ناجحة تجلب للرائي الأموال. ركوب السيارة الحمراء مع أحد الأصدقاء في المنام يؤول بأن الرائي يحب صديقه وهناك علاقة مودة تجمعهما في اليقظة، أما إذا ركب الحالم سيارة حمراء قديمة ومليئة بالخدوش مع شخص سيء وعلاقتهما في الحقيقة قميئة وبها مشاكل كثيرة، فالرؤية تحذر الرائي من تزايد هذه المشكلات واستمرارها فترة من الوقت. لو العزباء ركبت سيارة حمراء مع شاب سيء السمعة في المنام، فالرؤية تحذرها من ذلك الشاب، حيث إنه لا يريد من الحالمة سوى علاقة جسدية محرمة، وللأسف قد تنجرف إلى كلماته المعسولة وأحاديثه الكاذبة، وهذا يجعلها تفعل الفحشاء وتقع في المحذور، ولذلك لابد أن تحترم هذا المنام وتنظر إلى معناه بعين الاعتبار وتبتعد تماما عن ذلك الشاب لأن نيته سيئة. حذر الفقهاء من رؤية ركوب أو قيادة السيارة الحمراء القديمة في المنام، وقالوا إنها تشير إلى التعلق المرضي بإنسان كان يعرفه الحالم في الماضي، وللأسف ذلك التعلق يمنع الرائي من النجاح والتطور في حياته، وهناك حالات نادرة لذلك الحلم تؤول بالبشائر، وأهمها لو الرائي كان شخصا معروفا بسلطته في الحقيقة، ولكنه عزل من هذه السلطة، ورأى في المنام أنه يقود سيارة قديمة ولكنها فاخرة وجميلة، فالرؤية تبشره بالرجوع إلى المنصب والسلطة من جديد. قد تدل رؤية السيارة الجديدة الحمراء للمتزوج بأنه مقبل على قصة حب وزواج جديد، والفقهاء قالوا إن السيارة الحمراء لو كانت جديدة فإن معانيها مبشر، شرط أن يقودها الرائي بطريقة صحيحة في المنام. الرائي لو شاهد سيارته الحمراء الجديدة سرقت منه في المنام، فربما يحزن على فقدان المنصب أو قد يترك زوجته بسبب شخص لئيم، أو تشير الرؤية إلى سرقة الرائي وخسارة المال.